جماعة أنا شفت طرق رسم كتير وقليل، رسم بالرمل، رسم بالقهوة، رسم بالحرق، رسم بالسمغ، رسم بالشخبطة، لكن رسم بالخيط؟ إيه؟ كفاية إبداع جسمي باظ، الراجل عمال يشد شدة خيط هنا وشدة خيط هناك وفجأة طلع لنا لوحة من أجمل ما يكون، رسمة أنا لو شفتها حقيقي قدام عينيا كده برضه هقول فوتوشوب، لو أنت بقى جدع ومقطع هوليوود وديلها قول لي هو رسم مين؟ فن ملوش لازمة؟ يس هاي لايك.